وبالتالي لا نقول بأننا تفاجأنا بمستوى العدوى الذي بالغته الحالات الوبائية في الجزائر، بقدر ما تفاجأنا من المستوى الذي بلغته احتياجات الأكسجين، حيث أن هذا المتحور يعني يهاجم الجهاز التنفسي للمرضى، وبالتالي فهم يحتاجون إلى الأكسجين. ورغم وجود إنتاج وطني يقدر ما بين 400 إلى 420 ألف لتر أكسجين يوميا يوفر من طرف المتعاملين الصناعيين الوطنيين، فإن الدولة قد قامت بأخذ حزمة من الإجراءات العديدة، منها استيراد أكثر من 15 ألف مكثف للغاز، منها ما وصل وعدده 1050 مكثف، وهناك 2250 مكثف سوف تصل ما بين الثالث إلى الخامس من أوت إن شاء الله، والباقي سوف يصل ابتداء من العاشر من أوت على طبعا على مراحل.